إعجاز ليها من عند إيه؟ من عند ربنا نزل لها. لكن هو شايف رز وبطاطس وطبيخ ومعرفش إيه، فهو بيفكر إنها واخدة من المسجد، يعني من مطبخ بيت المقدس، أو مثلا حد من الجيران، أو من أصدقاء أبوها اللي هو طبعا كان من العلماء، سيدنا زكريا، سيدنا عمران أبوها كان من علماء الدين في ذلك الوقت. طبعا هو توفى ومسك زكريا مكانه بيت المقدس. فهو فكر حاجة زي كده. فلما لقى عندها الأكل، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. مين اللي جاب لك ده؟ عشان نروح نشكره، أو عشان نروح يعني إن يعني حتى نشوفه، نرد الهدية اللي جابها، حاجة زي كده. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. يبقى الموضوع مش موضوع فاكهة، موضوع فاكهة ورز ولحمة وبسبوسة، يعني كل الحاجات اللي هي ايه في ذلك العصر اللي بياكلوها. يعني طبعا ما بينزلهاش حاجات غريبة، بينزل لها كل الحاجات المتعودة عليها الناس تاكلها في ذلك الوقت. فهنا ايه، فقالت هو من عند الله. هو من عند ايه؟ من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وربنا بيرزق أي حد بإيه؟ بدون حساب، يعني اللي أنت عايزه بيجيلك. فده الكلام اللي قالته لزكريا. هنا زكريا لما